رح نروح لمحطتنا الطبية نور، ويمكن مع بداية فصل الصيف أو حتى أواخر الشتوية بداية الربيع دائما أي شخص عنده أمراض تنفسية، أمراض بالأنف بيعاني منها، حساسية، جيوب أنفية، بيكون التنقل بين الفترات الموسمية أو أحد الفصول من السنة بيعمل لهم مشكلة، وبالذات يلي عندهم جيوب أنفية مع ارتفاع درجات الحرارة ممكن يتضايقوا أكثر. اليوم رح نتعرف على تفاصيل عن هذا الموضوع، وبالبداية خلينا نشوف التقرير ونرجع لنرحب بضيفنا الطبيب المختص. مع دخولنا في فصل الصيف تظهر المشاكل التنفسية عند بعض الأشخاص، ومنها مشكلة التهاب الجيوب الأنفية التي تعتبر حالة مزعجة جداً. فما هو التهاب الجيوب الأنفية؟ هو عبارة عن نوع من أنواع الالتهابات التي قد تصيب الجيوب نتيجة إصابة القنوات التنفسية المحيطة بالأنف بالتهاب أو احتقان أو حتى تورم، وهناك العديد من الأسباب التي قد تساهم في الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية: البكتيريا والفيروسات أو حتى الفطريات، بعض الأمراض كالحساسية والتهابات السلائل الأنفية، مشاكل الأسنان المختلفة. كما أن هناك نوعان معروفان لالتهاب الجيوب الأنفية، هما التهاب الجيوب الأنفية المزمن والتهاب الجيوب الأنفية الحاد. ولمعرفة المزيد عن الحل والعلاج النهائي لمشكلة الجيوب الأنفية، الجواب مع ضيفنا باستديو صباح نغير. سلمى، مثل ما كنا عم نتابع ضمن التقرير، مشكلة الجيوب الأنفية كتار بيعانوا منها، وخصوصا اللي عندهم حساسية فصلية، مشاكل تنفسية عدة يصابوا فيها. كتير من الناس بتقلك أنا عالجتها بس رجعت تشكلت من جديد، الحساسية بتلعب دور. لنحكي عن هاي المشكلة بشكل أوسع معنا دكتور عاصم سليمان، أخصائي أذن أنف حنجرة. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. فيكم يا هلا. يسعد صباحك دكتور. صباح النور يا هلا. خلينا بالبداية نحكي عن تشكل هي المشكلة عند الناس، شو يعني جيوب أنفية سببها، وهل في أنواع بجيوب الأنفية ولا هو نوع واحد يعني؟ هلا هذا الغلط الشائع عند العالم، أنه كلمة جيوب، جيوب هي عضو تشريحي موجود عند كل الناس، أنا عندي جيوب، أنت عندك جيوب، كل الناس عندها جيوب. التهاب الجيوب أو المشكلة بتصير بالجيوب هي الاستثناء. التهاب الجيوب هو حالة البسيط، والتهاب هو حالة التهابية مثل أي إنتان تنفسي علوي، مثل الزكام، مثل التهاب القصبات، مثل التهاب اللوزات، مثل أي التهاب بيصير بالجسم. أي إنسان بحياته ممكن تعرض لمرة أو مرتين من التهابات الجيوب الحادة الطارئة. الحال تكرار الحالة أو نكسة أو تحول إلى التهاب الجيوب المزمن، هون صار ساعتها في مشكلة، في مشكلة عند المريض، عم تأهب لعنده لحتى يصير التهاب جيوب متكرر أو التهاب جيوب مزمن، هاي ساعتها بدها تدخل خاص. أما التهاب الجيوب الحاد هو حالة إنتان تنفسي عادي ممكن يتعالج مثله مثل أي إنتان تنفسي. طيب دكتور، خلينا نحكي عن اللي عنده هاي المشكلة بشكل مزمن، مثل ما قلت إنه التهابات تحسسية للجيوب بشكل مستمر ما كانت عنده سابقا، أسبابها دائما بنلاقيها عند الأشخاص اللي عندهم حساسية نوعا ما وحساسية فصلية، هي بشكل دائم شو حلولها شو علاجها؟ مثل ما شفنا هلا بالريبورتاج، الجيوب الانفيه هي فراغات محيطه بجوف الانف موصوله على جوف الانف بقنيات. صحيح. هاي القنيات مبطنه بغشاء مخاطي الى بتساعد على تصريف السوائل او بدخول الهواء على الجيوب. ازمان هاي الحاله او ازمان التهاب الجيوب او تكرارها بدلنا على وجود خلل تشريحي بهاي الفوهات بقنوات التصريف. يعني مشكله الجيوب المتكرره او مشكله الجيوب المزمنه هي فيها خلل بتصريف السائل من قلب الجيب، وبالتالي عم تؤدي لمشاكل تانية. هي بالنسبة للالتهابات. بالنسبة للجزء الثاني اللي حكيتي عنه، الحساسية أو بعض المهن اللي فيها تعرض لمخرجات كتير تتولد عندهم نوع من التهابات الجيوب المزمنة، ممكن أغلبيتنا أرى عنها بوجود السليلات الأنفية أو البوليبات الأنفية. هذا جزء من التهابات الجيوب المزمنة، الجزء السيء من التهابات الجيوب المزمنة، لأنه مرتبط بالحساسية ومرتبط بالبيئة أو بالمهنة تبع الشخص، فبالتالي بتنكس كتير أو بتزمن كتير. لذلك السمعة السيئة للجيوب اجت من هذا المرض، السمعة السيئة او انه انا تعالجت وما تعالجت وما صحيت بسبب هذا الجزء. اما التهابات الجيوب المزمنة العادية هي ناتجة عن خلل بالتصريف، ممكن يتعالج المريض دوائيا عن طريق بخاخات اضافية للادوية الثانية، بخاخات انفية توسع فتحة الجيب على حساب الغشاء المخاطي،
وبيصح منها وممكن يضطر لتداخل جراحي. هذا الموضوع بالاستقصاءات بيصير وبيصير المرض عند يصير القصة عند المريض. طيب دكتور، حكيت جملة ببداية حديثك وقلت انه الجيوب الأنفية هي مرض مثل الرشح مثل الجريب بيصيب الأشخاص. خلينا نحكي على الأعراض. اليوم نحن متعودين لما بنعطس أو بنحس انه منخارنا مسكر أو متضايقين بنقول يا أما بدنا نجرب نحن ببداية الجريب أو بنصه، أو بنقول مثلا هذا الشخص عنده حساسية فهو متعود. في ناس كتير بتطول لتروح تعرف إذا هي عندها جيوب أنفية أو لا. شو أعراض الجيوب الأنفية؟ لا مو قريب ومو رشح ومو حساسية. تمام. هلأ بالنادر لتبدأ أعراض المريض فورا بالتهاب جيوب حاد. عادة تبدأ أعراض المريض بأعراض الزكام العادية، الرشح وسيلان الأنف، ارتفاع حرارة بسيط وهن عام بسيط. الحالة الطبيعية عند أي إنسان بس يصيبه الرشح أو الزكام أو الإنتان التنفسي كم يوم علاج عرضي بسيط بتحسن أعراضه. الاستثناء انه نتيجه الوزم اللي صارت على قناه فتحه الجيب، هذا الاستثناء انه يتطور عنده التهاب جيوب. هون ساعتها بيلاحظ المريض ارتفاع بعتبه الاعراض، صارت اعراضه اسوء باليوم الثالث او الرابع او الحد الخامس، صارت اعراضه اسوء. انه انا قريب بس قريب سيء جدا، بيقول لك والله قريبي كان كثير سيء. هيك بيوصف المريض هاي القصه. الاعراض النوعيه، اعراض النوعيه هلا ما في اعراض نوعيه مشخصه، بس في اعراض بتوجه على التشخيص. هي صداع، صداع شديد بمناطق توزع الجيوب اللي هي المنطقه الجبهيه، المنطقه جانب الانفيه، منطقة بين العينين ومنطقة خلف العينين. الصداع بيكون سيء فيها جدا، بيسوء بوضعية السجود أو ما يماثلها أو وضعية الاستلقاء، بصير الضغط على جيوب على أجواف الجيوب أكثر. صعوبة التنفس الأنفية، سيلان الأنف الأمامي وسيلان الأنف الخلفي، أحيانا بيحس بضغط على الأسنان، ارتفاع الحرارة والوهن العام والحالة العامة السيئة. سيلان المفرزات الأنفية ممكن تكون يعني نوعيتها أكثر من نوعية السيلان العادي بالالتهاب الجيوب، سيلان مائي او شفاف، ممكن تعطي مواصفات قيحيه اكثر اذا كان التهاب الجيوب قيحي مانو فيروسي. هي الاعراض بشكل عام. الاعراض لحالها ممكن تشخص المرض 90% من الحالات اذا ذكر المريض شي صفه وصفيه اللي هي الصداع السيء اللي بيزول. يعني بيقول لك انا مجرد اني وطيت لتحت حس بألم سيء، مجرد اني سعالت زاد الضغط ضمن الراس صار في عندي ألم شديد، بذلت جهد صار في عندي صداع شديد. الغالب دائما بيربطوا كمان آلام الصداع بشكل، يعني دائما بتقول اللي عنده مثلا مشكلة جيوب لا دائما لازم يكون في عنده آلام صداع في الرأس، يعني دائما في ربط بين آلام الرأس مع مشكلة الجيوب. التهابات الجيوب الحادة حكمة في صداع، تمام، لأنه عم تتولد عنده حالة طارئة تماما لجوف صار ممتلئ بالمفرزات وعم تزيد الضغط بقلبه بتأثر، فحكما رح يصير عنده صداع. هلا التهابات الجيوب المزمنة ممكن تخف الأعراض لأنه المريض تكيف معها، عتبت ألم وارتفعت ما عاد حس بالأعراض بالتهابات الجيوب المزمنة، بس حكما الصداع واحد من الأعراض الأساسية. طيب دكتور، نعم. خلينا نحكي عن الطرق العلاجية، يعني لحتى ما نفوت بمراحل ممكن يكون فيها التهابات مزمنة نوعا ما. تمام. هلا نحن التهابات الجيوب الحادة علاجها مثل ما حكينا هلا هي رح يكون علاج جزئين، العلاج العرضي وعلاج الهدفي اللي بيعالج المشكلة بحد ذاتها. العلاج العرضي هو العلاج اللي بيريح المريض من الأعراض، أعراضه رح تكون هي عبارة عن استنسداد أنف، ياخذ مضادات الاحتقان الموضعية أو الفموية، المسكنات الألم، هذا بالنسبة للعلاج العرضي. العلاج الهدفي نحن بنقسم لأكثر من نوع، إذا كان المريض عنده التهاب جيوب قيحي راح ياخذ أنتيبيوتيك أو مضاد حيوي، إذا كانت إصابة فيروسية ممكن نكتفي معه بس بالشطف الأنفي بالمي والملح. حالات البلغم أو حالات المخاط بتساعد على طرد المفرزات من الأنف، هي بالنسبة لالتهابات الجيوب الحادة. بالنسبة لالتهابات الجيوب المزمنة اللي هي بالتعريف هي التهاب جيوب طال أكثر من 3 أشهر بعد الاستقصاء والتصوير الشعاعي طبيعي إنه ما عنده مشكلة تشريحية، خلل بفتحات الجيوب، ساعتها بننتقل للعلاج الدوائي. بينضاف لهذا العلاج بخاخات الكورتيزون أو بخاخات استيرويدية اللي هي بتساعد على توسيع فتحات الجيوب وساعد على تصريف المفرزات من قلبها. طبعا بعد نفي مثل ما حكينا الخلل التشريحي، عنده حاجز عظمي مسكر له، عنده مشكلة، عنده ضخامة بالقرينات، عنده من أحد الأسباب المعروفة القليلة طبعا مشاكل الأسنان إنه ممكن تعمل التهاب جيوب، ما عنده ناسور بين الأسنان والجيوب. يعني بختام حديثنا بدنا نشكرك دكتور على كل هالمعلومات، وبنتمنى كل يلي تابعنا يكون استفاد منا. شكرا لك ويعطيك العافية. شكرا لك دكتور، يعطيك ألف عافية.